رغم الانتقادات، واتساب مكمل في شروطه المثيرة للجدل. هل بيعاند مستخدميه؟ وحتى بعد أسبوعين كلوب هاوس يحلق بسرعة ويواصل الصعود. وآخر إحراجات زوم موقف لا تحسد عليه أي زوجة رومانسية في الوقت الغلط. أهلا بكم. بداية السنة فاجأنا واتساب بشروط جديدة وأرسل لنا هذا الإشعار اللي حتشوفوه الآن على الشاشة. أيوة، هذا بيقول فيه أنه حيغير سياسة خصوصيته في 8 فبراير، واللي من خلالها بيقدر يوصل لبيانات معينة، وفوق هذا بيحق له يستخدمها ويعطيها للشركة الأم اللي هي فيسبوك. طبعا وقتها واتساب ما أعطانا خيارات كثيرة، فوقتها زي كده لمح في رسالته للناس أنه يا إما توافقوا على شروطي يا باي باي، يعني أنه ينحذفوا من التطبيق. طبعا هذا التخيير خلى ناس كثيرة بهدوء تهاجر لتطبيقات ثانية زي سيجنال وتليجرام. بس كمان في نفس الوقت في مجموعة كبيرة رفضت تهديد واتساب وقومت الدنيا، وفعلا كان في احتجاجات ملحوظة هزت شركة واتساب وخلتها تطلع وتحاول أنها تلم الموضوع وتقول أنه سياستها الجديدة ما رح تأثر على خصوصية المستخدمين، ويعني أنهم يحاولوا يطمنوا الناس، حتى أنها قالتها وقتها وأنه قالوا أنه رح يأخروا موضوع التحديث هذا لمدة 3 أشهر بعد الارتباك اللي صار. لكن فعليا ما لينا شهر على هذا الكلام حتى رجعت شركة واتساب وفتحت الموضوع. فرغم أنه كل هذه الانتقادات اللي صارت، لكن يبدو أنه التطبيق البعض بيقول بيوصفها، كيف أقول لكم، أنه بيعاند. يعني ففي هذه الويكند أعلن التطبيق أنه حيكمل في شروطه الجدلية، بس هذه المرة حيسمح للمستخدمين يقروها على مهلهم، يعني ما مثلا كده يلزمهم بموعد معين يا يوافق وقته ولا ينحذف حسابه، بل حيعطيهم مهلة 120 يوم. واتساب كمان قال أنه حيرسل إشعارات بتقدم معلومات إضافية قبل ما يطبق التحديث وسياسته الجديدة بشكل رسمي في 15 مايو. طيب، ينضم إلينا من الرياض عبر سكايب الخبير التقني عبد الله السبع. أهلا فيك معنا عبد الله. هل نقدر نقول أنه يعني نوعا ما فيسبوك تراجع علشان يرجع كده ياخد استراحة محارب ويلف لنا لفة جديدة يعني من مكان مختلف؟ أول شيء يعطيكم العافية سارة على هذه الاستضافة. خلينا نتكلم عن نقطة جدا مهمة. الفيسبوك بالإعلان عن السياسة الجديدة قالت إنها راح ركزت على نقطة جدا مهمة، وهذه أنا شفتها في كل السياسة من بداية قريتها. أنا صار لي يومين أقرأ السياسة وفصفصها. الفيسبوك كان يصر على جملة واحدة: لن يكون لنا وصول لرسائلكم الخاصة اللي تكون في الجروبات، وأيضا اللي تكون موجودة في الرسائل الخاصة فيكم. وصولنا راح يكون لبيانات محدودة، وعددوها بشكل واضح وصريح. لذلك الفيسبوك بددت مخاوف المستخدمين هذه الناحية، وتتمسك بشيء قوي جدا وهي سرية المعلومات اللي موجودة عنها ومستوى الأمان الخاص بتطبيق الواتساب. الواتساب على المشاكل اللي موجودة فيه، لكن مستوى الأمان فيه، من أكثر خبير معلوماتي صرح بهذه المعلومة، الواتساب يتمتع بمستوى أمان عالي في المحادثات عكس بقية التطبيقات المنافسة له، لأنه ما يحفظ المحادثات والرسائل اللي موجودة في السيرفرات، فقط تنحفظ في أجهزة المستخدمين. لذلك لو تم اختراق حسابك في الواتساب، المخترق ما راح يقدر يوصل للرسائل الجديدة، أي رسالة قديمة ما يقدر يوصل لها، وهذا اللي يتميز فيها تطبيق الواتساب عن بقية التطبيقات. بقية التطبيقات للأسف تحفظ هذه المحادثات في السيرفرات الخاصة في التطبيق، لذلك في اختراق التطبيق هذا ممكن تواجه مشكلة تسريب بيانات كبيرة عندك. الفيسبوك صرحت بشكل واضح وبسيط أن البيانات اللي كلها وصول هي بيانات محدودة، اللوكيشن الخاص فيك الغير دقيق، وأيضا جهات الاتصال الخاصة فيك، ومعلومات بسيطة اللي تكون في نقدر نقول عنها المحادثات اللي بينك وبين الشركات. أغلب الشركات حاليا عندهم خدمات جديدة موجودة عندهم، لو مثلا شريت تذكرة الطيران من شركة معينة، تذكرة الطيران فجأة تجيك في الواتساب، فالواتساب راح يبدأ يستفيد من هذه الميزة. شركات الشحن حول العالم قاعد تحاول تدعم تطبيق الواتساب بشكل أكبر وتستفيد من المميزات الخاصة فيه. لذلك شركات الشحن لو أرسلت
وعدك انه راح نوصل لك هذه الشحنه، قد يكون للفيسبوك وصول لهذه طيب. المعلومات حتى يعني عبد الله عشان افهم منك الان، اول شيء الموقع موضوع خطير شويه صح ولا لا؟ موقعك الغير دقيق، هم يقولون مثلا انت متواجد في الرياض فقط، هذه هم اللي راح يقدرون يوصلون له. لكن موقع بيتك وغيرهم ما راح يجمعون مثل البيانات الحساسه الخاصه فيه. طيب. فلذلك هم صححوا في اكثر من مره الموقع الغير دقيق للمستخدم. طيب. إيه. المحادثات انت ما بتقول، بتقول المحادثات مو الشخصيه، المحادثات اللي هي مع شركات، واللي الان زي ما ذكرت انت صارت كثير شائعه في التعامل، خلاص صار اسهل علينا نبعث للشركات او مواقع التوصيل وما الى ذلك انه نبعث لهم واتساب، بس هذا حيعطيهم فكره تامه وكامله عن يعني عاداتنا الشرائيه يعني خلينا نقول تقريبا. لكن خليني اكون دقيق شوي على اساس الناس ما يلتبس عندها الموضوع. اذا كلم موظف توصيل شركة التوصيل، الواتساب ما راح يكون لها وصول للبيانات الخاصة بينك وبين الموظف هذا، لأنه هذا رقم شخصي وأنت رقم شخصي. لازم يكون التواصل من حساب البزنس الخاص بالشركة. لكل شركة الآن خدمة تواصل مع العملاء عن طريق الواتساب، لذلك راح يكون لهم وصول لهذه البيانات. الواتساب لازم نعرف شيء، الفيسبوك استحوذت على تطبيق الواتساب بأكثر من 17 مليار دولار، رقم جدا كبير. ليه استحوذوا عليه؟ للبيانات والمعلومات اللي موجودة فيه. الواتساب لا زال يقدم خدمات بشكل مجاني، لا زال ما يعرض لك إعلانات، لكن الفيسبوك راح تستفيد من البيانات اللي موجودة فيه حتى تحسن من ظهور الإعلانات اللي راح يكون موجود في الخدمة. مع شروط الخصوصية الجديدة اللي قاعد تحطها أبل وشروط الخصوصية اللي راح تنفذها أيضا جوجل، راح يستحيل على شركات نفس الفيسبوك وإنستغرام وتويتر الحصول على بيانات المستخدمين وعرض إعلانات مناسبة لهم حتى يستهدفونهم بالإعلانات بشكل صحيح. لذلك أتوقع أن الفيسبوك سوت هذا الموضوع حتى تتجنب موضوع مشكلة الخصوصية الجديدة عند أغلب الشركات وتستفيد من البيانات اللي موجودة عندها، لأنها قاعدة على كنز معلوماتي جدا كبير راح تسهل عليها بشكل جدا كبير عرض الإعلانات للمستخدمين. طيب عبد الله عشان نفهم الآن، أنت بتقول إنه محادثاتنا الشخصية في أمان، وهذا اللي كان كثير ناس خايفين منه موضوع الصور وما إلى ذلك، بس الأشياء الثانية لا، اللي فيها معلومات يقدروا يتربحوا منها حيتربحوا منها. هل لازم نزعل من هذا الموضوع؟ يعني هل لازم نحتج ومثلا أبتدي أكتب تغريدات إنه واتساب وبيخترق خصوصيتي وكذا وأزعل؟ كل التطبيقات قاعد تستفيد من بياناتنا بطريقة أو بأخرى، فيسبوك، إنستغرام، تويتر وغيرها من المنصات. أي خدمة مجانية المستخدم هو السلعة، لازم إحنا نكون واضحين بهذا الموضوع. ما في شيء يجيك ببلاش ما راح يستفيدون من وراك من خلاله. لذلك أنا بالنسبة لي أشوفها، ما أعرف، ما ودي أطرح وجهة نظري بهذا الموضوع بشكل مباشر، لكن أقول إن الشركة شرت التطبيق ومن حقها أنها تستفيد من بيانات. طب لا، قل لي عبد الله، قول وجهة نظرك حتى لو جدلية، أنت شايف إنه صح الناس سلع؟ شو أنت بالنهاية قاعد تستخدم سلعة مجانية. ما في أحد راح يفتح محل حقه ويقول له تفضل خذ من عندي منتجات مجانية. لو كان التطبيق مدفوع ممكن أن أختلف معك فيه إنه راح يتغير السياسة، لكن من تجارب كثيرة من سنوات متعددة، أي خدمة تمام تستخدمها عادي بتطلع لك الآن تطبيقات بديلة تقول لك ترى احنا بديل آمن وغيرها، لكن مجرد ما يصلون إلى عدد معين من المستخدمين راح يبدون يتاجرون ببيانات المستخدمين بطريقة أو بأخرى. لذلك وجهة نظر الواضحة والصريحة، أي معلومة قد تسبب لك مشكلة في أي منصة تجنب نشرها. أنت عندك مشكلة مع معلومة معينة لا تحطها في تطبيق الواتساب، أنت عندك مشكلة على شيء معين لا تحطها في تطبيق الواتساب، تجنبها لأنهم بطريقة أو بأخرى راح يستفيدون من هذه المعلومات. لذلك في نقطة بعد كمان، أنهم راح يستفيدون من الحالات الخاصة في تطبيق الواتساب، فأنت لو حطيت حالة في تطبيق الواتساب هم راح يقدرون يعرفون الحالة ويستفيدون منها بطريقة أو بأخرى. هذه معلومة حبيت أضيفها وختم فيها. أنه الستاتس حيستفيدوا منها تقريبا، راح يكون لهم وصول للمعلومات اللي خاصة فيها، لكن تركيزهم الكامل المحادثات الشخصية ما بين المستخدمين لن يكون لها وصول. لكن هذا لا يخليك أنه أنت تنشر بياناتك الخاصة في تطبيق الواتساب. ونرجع ونقول
اي تطبيق او خدمه مجانيه المستخدم فيها هو السر. يعني والله يا عبد الله صراحه شويه صعب هذا الكلام، لانه خلاص واتساب صار كل تفاصيل الحياه والصور والاشياء والشغل وكل شيء صار على الواتساب. عشان كذا هذا اللي بدي اسالك عنه. صح نحن سمعنا عن سيجنال وسمعنا عن تليجرام والزياده في اعداد المستخدمين هناك، بس قد ايش واقعيا النقله لهذا او لهذه التطبيقات، خصوصا انه اغلب العالم بيستخدم واتساب؟ بداية السنة أغلب المستخدمين فتحوا حسابات في تطبيق سيجنال، بداية السنة أغلب المستخدمين فتحوا حسابات في تطبيق تليجرام، لكن ما اتجهوا لها نهائيا، لا زالوا يستخدمون تطبيق الواتساب. تطبيق الواتساب لا يمكن أن أنت تستغني عنه بسبب كمية الناس اللي موجودة فيه والهستري اللي موجود فيه مع تطبيق الواتساب. ما أتوقع رح يمكن أنه أنت تستغني على تطبيق الواتساب إلا لو تم حجبه بشكل كامل من الدولة اللي أنت موجود فيها، راح تكون مضطر أنك تستخدم بديل عنه. لكن أنا أشوف هذه الحركة أتوقع أنها جدا مفيدة لنا كمستخدمينها، توعينا أنه ما نعطي منصات التواصل الاجتماعي أو التطبيقات معلومات كاملة عنا ونحافظ على خصوصيتنا خارج نطاق الإنترنت. كيف يا عبد الله؟ الصراحة صعب يعني كيف؟ خلاص حياتنا كلها. أنا من 2016 ضيف دائم عندك، وكل يوم كل مرة أقول أنه بيانات بعدوها عن أي منصة اجتماعية، وراح نستمر وأتوقع أنه في 2025 المعلومة بعد بالضبط. يعني لا أنت بتقعد تنصحنا، النصيحة دي صعب صعب صعب. خلاص حياتنا صارت أونلاين، أو يعني حياة كثير ناس خلينا نقول. لكن خلنا ننتقل إلى نقطة مهمة. في بعض المعلومات، يعني مثلا أنت ترسل في تطبيق الواتساب نكتة، عادي روح ارسلها، ما حد قاعد يقول لك شيء، لكنك ترسل معلومات حساسة جدا لجهة أنت تعمل فيها حساسة، هنا أقدر أقول لك حبيبي شوي، في خدمة إيميل رسمي موجود عندك في الشركة اللي أنت تستخدمها أو الجهة اللي أنت تتبع لها استخدمها. لذلك احنا نتكلم عن حساسية المعلومات. إذا أنت بترسل صباح الخير ووردة وإيموجي وشغلات كذا بسيطة، لا حياك الله استخدم تطبيق الواتساب، ما عندك مشكلة بإذن الله. أيوة، والاستيكرات أهم شيء، الاستيكرات الآن في الواتساب. هذه الاستيكرات عندك راحتك فيه. نحن بنشكرك على هذه المداخلة، كان معنا عبر سكايب الخبير التقني عبد الله السبع، شكرا لك. شكرا شكرا سارة. ننتقل لتطبيق آخر، تطبيق كلوب هاوس، هو آخر صيحة في عالم التواصل الاجتماعي. من وقت ما طلع الناس مشغولة في استكشافه وطايحة فيه، لدرجة أنه تحميل التطبيق خلال أسبوعين أضاعف، ووصل عدد المستخدمين الآن لعشرة ملايين مستخدم. وبالمناسبة السر في هذا النمو الضخم هو طبعا ظهور عدد أو انضمام عدد من الشخصيات الشهيرة لقائمة مستخدمين. طبعا للعلم أعداد المستخدمين هذه كل لها مبنية على تقديرات، لأنه بحسب موقع تك كرنش المتخصص في التكنولوجيا، فكلب هاوس ما بيعلن أرقام مرات التحميل ولا عدد مستخدميه المسجلين فيه. كمان سبق وتكلم الرئيس التنفيذي لكلب هاوس بول ديفيسون عن أعداد المستخدمين، وتحديدا كان في يناير، وقال أنه عدد مستخدمي التطبيق زاد مليوني مستخدم أسبوعيا، وهذه حاجة بتوضح أنه عدد المستخدمين شهريا وإجمالي عدد المستخدمين حتى ممكن يكون أكبر من المعلن بكثير. فاصل ونعود. يعني هواية أحب الأكل العراقي، بعض نصيحة واقتراحات من العراقيين. اليوم أنا أحاول أن أطبخ البامية. عندي لحم، معجون طماطم، ملح، أهم شيء. أهلا من جديد. كثير منكم سمع أو شاف لقاء رغد صدام حسين اللي عرض خلال الأيام الماضية على قناة العربية. الحقيقة هو من أكثر المقابلات مشاهدة في تاريخ التلفزيونات العربية، فالحلقة الأولى على واحد فقط من حسابات العربية على فيسبوك تجاوزت مشاهداتها 20 مليون، والأرقام في تصاعد. حتى الآن إجمالي مشاهدات الفيديوهات على منصات العربية الرقمية فقط وصلت لأكثر من 105 مليون مشاهدة. وطبعا سلسلة الحلقات الستة من وقت بثها وحتى الآن بدون تحيز
كانت وما زالت حديث الناس على السوشيال ميديا ومسوية ضجة وجدل لدرجة أنه كل ما بيعرض جزء جديد بيحتل هاشتاج رغد صدام حسين قائمة الترندينج في أكثر من بلد عربي. ردود الفعل كمان كانت بحجم هذه المتابعة. خلينا نشوف بعضها. المتابع لحساب السفير العراقي أو السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي على تويتر حيلاحظ حب السفير للمطبخ العراقي، فهناك عنده أكثر من فيديو هو بيعمل أكلات عراقية. خلونا نشوف آخر فيديو نشروه بيطبخ مرقة البامية على الطريقة العراقية. مرحبا، كما تعرفون أنا هواية أحب الأكل العراقي، بعد نصيحة واقتراحات من العراقيين اليوم أنا أحاول أن أطبخ البامية. عندي لحم، معجون طماطم، ملح، أهم شيء بامية، بصل، ثوم، فلفل، فلفل حار، زيت رمان وزيت. أضفت طن ملح. جيد. الآن ننتظر 45 دقيقة. يعني أعرف أن كلكم عالتوا أن لازم أني أستعمل البامية فريش، للأسف عندنا بس بامية مجمدة. الآن الثوم، معجون طماطم، ممل شوي، والآن معجون طماطم والبامية. طحن ملح، زيت رمان، وأعني حوية بحب الفلفل الحار. اوكي الان اللحظة الحاسمة. مزيج شتا. احتل من التوقع. من بداية كورونا نشطت كثير طبعاً من تطبيقات الاتصالات زي زوم وتيمز وهذه الأمور كلها، وصارت تستخدم في التواصل الاجتماعي وكمان طبعاً في المؤتمرات واجتماعات العمل. شفنا كثير لغاية الآن مواقف محرجة صارت لكثير ناس أثناء انشغالهم بالاتصال، وصراحة يعني بنستمتع في كل مقطع من هذه المقاطع رغم أنه بتكون يعني مسببة إحراج للناس، بس يعني إيش نسوي؟ خلاص بيتم تداولها. وآخر المتداول كثرة حصل على فيديو تحديدا، حصل على أكثر من 380 ألف مشاهدة. هو نقدر نقول إنه هذا المقطع كان رومانسية في الوقت الغلط. في حليلة في زوجة في الهند حاولت إنها تقبل زوجها أثناء مشاركته في اجتماع أونلاين من خلال زوم وما انتبهت. هذا اللي صار. Which also caters to the GDP in a big way, but 50% हमारा export जो है वो होने पागल. What nonsense you're doing, camera is on. But 50% हमारा export जो है वो but 50% हमारा export जो है But 50% हमारा export जो है
وفي مواقف كثيرة محرجة بيتعرض لها طبعاً المراسلين، منهم اللي بيقدر إنه يلم الموضوع ويتدارك الأمر، ومنهم طبعاً اللي أحياناً مع الصدمة مثلاً ممكن الواحد يتنح وما يعرف إيش يسوي، ومن جوا نفسه كده يعني يصير يعني يصيح على حظه. في خبرنا الجاي أنتوا شوفوا أحكموا، ففي مراسل في الإكوادور تعرض لعملية سرقة أثناء تأدية عمله. اللص كان واثق من نفسه جداً لدرجة إنه بس كان بيخفي هويته بكمامة بس، وبيهدد المراسل بمسدس، وفعلاً قدر يسرق منه جواله. نترككم مع المقطع اللي وثقه المصور اللي كان مع المراسل، بس يبدو إنه قلبه أقوى منه، فهو اللي صار يجري وراء الحرامي. عدد المستخدمين هاجس بيسعلوا، سواء الأشخاص العاديين أو حتى الشركات، فهي اللي بتجيب لهم وبتدر عليهم طبعا الفلوس. ولكن إنه شركة ضخمة مثل فيسبوك تتهم بأنها خلف تزييف عدد جمهورها لزيادة العائدات، هذا موضوع ثاني وأكيد رح يستوقفنا. القضية بدأت بوثائق بتتهم فيسبوك بأنها كانت عارفة وعلى علم بأنه تقديراتها لعدد مستخدمينها غير موثوقة ومرتفعة بشكل مفبرك، يعني من الآخر إنه يعني شوية مضروبة. لكن فيسبوك مع ذلك فضلت تتجاهل هذا الموضوع عشان تحصل على عائدات إعلانية أكثر، واستمرت تقدم أو تسكت على البيانات الخاطئة. على العموم فيسبوك بررت نفسها باختصار، قالت إنهم يعني لا بيتبلوا عليهم. طيب على العموم مشاهدين، احنا وصلنا لختام حلقة اليوم، اليوم الأحد بداية الأسبوع، فإن شاء الله هنكون معكم مع بقية هذا الأسبوع في أمان الله.